طرحت الحكومة كميات كبيرة من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة. وقامت وزارة الزراعة بضخ عدد من السيارات لبيع البيض المائدة بسعر الطبق 62 جنيها للبيض الأبيض و64 جنيها للأحمر في محافظات كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية والمنوفية. يأتي ذلك في إطار المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها. هذا وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للاستفادة من الدعم التمويني. تعمل الدولة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات وسد الفجوات التنموية بها. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات و400 مليون جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالي الحالي 2022-2023، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات التي لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات. إلى البورصة المصرية، حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم ببداية جلسات الأسبوع على تباين للمؤشرات مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. سجل رأس المال السوقي مستوى 624 مليار و200 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو مليارين و700 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 85% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و87 قرشا للشراء و18 جنيه و98 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و27 قرشا للشراء و19 جنيه و39 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و65 قرشا للشراء و22 جنيه و79 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و13 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات وقرشين للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع. في منطقة الخليج، تراجعت الأسهم في السوق السعودية منهية سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات متتالية جراء انخفاض في أسعار النفط. واختتم المؤشر السعودي تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.1%. كما هبط مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 29%. وفي البحرين، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.71%. أعلن وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبو أن بلاده رابع أكبر منتج للنفط في العالم، تدرس تمديد الجدول الزمني لخفض الغازات الدفيئة التي تنتجها صناعة النفط في البلاد. أوضح الوزير الكندي أن الحكومة على دراية بأن بعض الإجراءات التي ستكون ضرورية لتحقيق تلك التخفيضات العميقة للانبعاثات قد تحتاج إلى وقت أطول مما هو متاح الآن حتى عام 2030.
انخفض إنتاج سريلانكا من الشاي إلى النصف تقريبا في أعقاب الاضطرابات السياسية في البلاد جراء ارتفاع أسعار الوقود والأثار اللاحقة لوباء كورونا، إضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. قالت جمعية المزارعين في سيلان إن الإنتاج تراجع بشكل كبير بسبب حظر الرئيس السابق غوتابايا راجاباسكا على الأسمدة الكيماوية لمدة 3 سنوات، والشاي هو أكبر صادرات سريلانكا ويوفر للحكومة إيرادات تصل إلى 1 مليار دولار سنويا في الظروف العادية. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لميرفت وريهام لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة.